السلام عليكم، اسعد الله صباحكم بكل خير. صباح الخير، صباح الورد على الجميع، يا هلا والله وسهلا فيكم. اليوم تجربتي غير، ولاول مره كتجربه فعليه لمده 3 أيام تقريبا، المزيونه زيكر الكهربائيه بالكامل. خلوني اعطيكم بس فكره بسيطه عن زيكر، يمكن الاغلب شافها او ما شافها. تدشينها كان قبل فتره عندنا هنا بالسعوديه وجربناها على حلبة الريم، تجارب أداء في حلبة ما شاء الله تبارك الله كانت شيء خرافي. لكن خلونا نعطيكم نبذة عن زيكر، ومن بعدها بنفصل لكم كل شيء عن هالسيارة هذه من مميزات ومن تفاصيل. زيكر تعتبر مملوكة لمجموعة جيل القابضة. جيل القابضة مثل ما تعرفون تملك تقريبا 12 شركة سيارات، من ضمنها زيكر ولوتس ولينك اند كو وجيلي وايش كمان، والله ما شاء الله كثير شركات. فجيلي ولوتس ولينك اند كو وفولفو، فكل هذه شركات تندرج تحت مجموعه جيلي القابضه. هذه واحده من السيارات اللي تملكها جيلي القابضه، زيكر الكهربائيه بالكامل. سياره فخمه كهربائيه بالكامل، اداء عالي مميز، أنيقة بنفس الوقت. راح تشوفون تفاصيل الداخلية فخمة فخمة بشكل ما تتصورونه. بنفس الوقت صديقة للبيئة، يعني أنت تتكلم عن انبعاثات من أول ما تشغل السيارة وزي كذا ما عاد فيه صوت إزعاج وصوت مكينة ومن هالكلام ما فيه، فتشغل تمشي بهدوء. يعني واحدة من الأشياء اللي أنا انبسطت عليها في الفترة هذه وقت تجربتي لها، أول ما أركب السيارة الصباح أشغل وأمشي، يعني ما اشيل هم انه بحمي وبسخن وحوسه، على طول شغل وامش ما فيها اي كلام. فهذه من الاشياء اللي تتميز فيها زيكر الكهربائيه. بنفس الوقت ما راح تشيل هم صيانات وحوسه وتكاليف، الموضوع كله بطاريه. خلوني اعطيكم تفاصيل ان شاء الله هالمزيونه هذه بكل المميزات اللي فيها. وعلى فكره جتنا هنا بالسعودية مع وكيلها شركة الوعلال للتجارة. تعالوا معي نشوف التفاصيل. وش هالسيارة هذه اللي معانا؟ الأغلب شافها أو ما شافها، لكن هذه الزيكر الكهربائية الفخمة بالأداء المميز الجميل. خلوني أعطيكم معلومة عن زيكر. تندرج تحت مجموعة جيلي القابضة. جيلي القابضة تملك ما شاء الله تبارك الله 12 شركة سيارات، ومن ضمنها زيكر، لينك أند كو، فولفو، جيلي ولوتس. أنت تتكلم عن سيارة كهربائية بالكامل، أداء، قوة ما شاء الله، فخامة وأنيقة من جوا بشكل خرافي. هذه الزيكر الإكس اللي معانا اليوم. طبعا جتنا هنا بالسعودية مع وكيلها شركة الوعلان للتجارة. هذه هي خلفية زيكر إكس الكهربائية. خلونا نبدأ بوجهية السيارة. مثل ما تشوفون جمالية التفاصيل اللي موجودة فيها مع اللد النهاري اللي موجود هنا والعدسات اللي موجودة هنا. طبعاً أكيد إننا نتكلم عن زيكر فخمة، فأكيد الإضاءة بتكون LED، الإضاءة الأمامية الخلفية، فيها كاميرات محيطية، فيها حساسات أمامية وفيها حساسات برضو جانبية. شوفوا شكل الإضاءات والصوت اللي بيطلع. تعطيك غمزات هنا وحركات لو قفلناها، صوت هدوء كذا يعطيك على تقفيله مع الغمزات اللي جايه بالشمعات الاماميه. لو جينا للتفاصيل، اللون الاخضر الجميل اللي موجود على السياره، فيها تطعيمات جدا كثيره ما شاء الله حوالين السياره باللون الاسود. شوف حواف الاضاءات الليد النهاري جايه باللون الاسود، عندك هنا برضه تطعيمه باللون الاسود، عندك الصدام، لحيه الصدام نفسها جايه باللون الاسود، بنفس الوقت متصلة جاية على الرفارف الجانبية، وفوق ذلك برضو على المرايات الجانبية جاية باللون الأسود. كاميرا من أصل 4 كاميرات، وفي إشارة الانعطاف موجودة فيها، وفيها تنبيه للنقط العمياء موجود بنفس المراية. طبعا هذا هو كرت السيارة أو مفتاح السيارة بنفس الوقت. طبعا في الكرت وفي المفتاح، فعندك الخيارين، يا تستخدم هذا يا تستخدم هذا. لكن هذا فيه ميزة حلوة، والسيارة برضو فيها ميزة حلوة، من مجرد أنك أنت تقرب منها بتفتح معك الأبواب بشكل مباشر، تشتغل السيارة من أول ما تركب. من مجرد أنك أنت تبعد عنها حتى لو السيارة شغالة
اول ما تنزل من السياره وتبعد عنها تتقفل السياره تطفي وتتقفل الابواب بنفس الوقت. لكن خلونا نوريكم، شوفوا شكل السياره. طبعا الان مفتوحه، لكن لو قفلنا الابواب الان تقفلت معانا الابواب، طلع صوت، تقفلت معانا مقابض الابواب. لو نبغى نفتحها نحط الكرت هنا، تفتح معانا مقابض الابواب بلمسه واحده بس خفيفه تفتح معك. شوفوا لما قلت لكم انه كل شيء في السياره فيها تطعيمات باللون الاسود، المرايه جايه باللون الاسود، شوف التنده جايه كامله باللون الاسود مع الحواف من هنا جايه باللون الاسود، حتى اطراف الابواب من تحت جايه باللون الاسود، فجايه كامله باللون الاسود، حتى القطعه هذه الصغيره جايه باللون الاسود مع الرفارف. وعلى فكره سياره سقف بانوراما كامل قزاز، ما ينفتح ولا يتسكر ولا في ستاره، لكن القزازه نفسها عازله عن الشمس بنسبه 85%. من هنا تشحن السياره الكهربائيه، بضغطه واحده من هنا تفتح، بتلقى فتحتين موجوده، هذه فتحه الشحن المنزلي وهذه فتحه الدي سي اللي يعتبر الشحن القوي واللي تلقاه باغلب المحطات موجوده عندنا بالرياض. فتشبك القابض نفسه بالشحن، تقريبا شحنها من 10% الى 80% ما يقارب النص ساعه للشحن السريع. فتجربتي لها خلال هاليومين انبسطت الصراحه، اوقف عند محطه الشحن اشبك الدي سي دايركت، في خلال تقريبا نص ساعة شاحن لي اياها كاملة. وعلى فكرة تعالوا معي نوريكم شيء، هنا بالمنطقة هذه دائرة، من اول ما تشبك المكبس حق الشحن تطلع لك دائرة هنا مكتوب فيها الوقت، مكتوب فيها عدد الكيلومترات اللي بتمشيك السيارة، كم باقي على شحن السيارة، موجود في نفس الدائرة هذه مع الوقت. فشيء جدا جميل صراحة، من مجرد انك تشبكه سيارة طافية بيطلع لك هنا الوقت كامل، كم باقي او كم المتبقي لشحن السيارة كامل، ويبين لك النسبة. حال كان التيار الكهربائي قوته 150 كيلو واط، لكن اذا صار قوة الشحن الكهربائي 22 كيلو واط بيكون يشحن لك من الصفر الى 100 في خلال 4 ساعات. طبعا شوفوا هذه خلفية السيارة، شوفوا الاضاءات كيف، الليد اللي موجود هنا كامل مع الاشارات جاية ليد، مع لمبات الريوس، مع كتابة زيكر جاية باللون الأبيض. طبعا برضو شعار الإعلان بحكم أن الوكيل الخاص لزيكر، كاميرا من أصل 4 كاميرات موجودة بالسيارة. بنفس الوقت شوفوا اللون الأسود اللي أنا قلت لكم عليه جاي على أسفل الصدام التحت. بنفس الوقت الحساسات الخلفية مع الجانبية، وهذا هو اسم السيارة زيكر إكس. بضغطة زر من هنا تفتح معك الشنطة بشكل مباشر، طبعا فتح كهربائي بشكل مباشر. هذه مساحة الشنطة، هذه الستارة اللي تحمي الأغراض الخاصة لك، العربية موجودة داخلة طبعا، هذه الاستبنة اللي موجودة لو في حال استغنيت عنها ممكن انك تحط أغراض لك، عندك هذا الكيبل الخاص بالشحن، هذا الشحن المنزلي يكون موجود يجي مع السيارة بشكل مباشر. هذه مساحة الشنطة الخاصة لزيكر إكس، ضغطة واحدة من هنا طبعا تتقفل معاك بشكل مباشر. وهذا شكل الجنوط الجميلة جاية باللون الأسود مع تطعيمات الكروم. حجم الكفرات 245، 45 على جنط مقاس 20، كفرات كونتيننتال. أول ما نفتح الباب الخلفي شوفوا القزاز جاي بدون الفريم، فمعطيك طابع رياضي جدا جميل. شوفوا التطريزات اللي موجودة على الأبواب، كل المنطقة هذه جاية جلد، الفتحات اللي موجودة هنا هذه إضاءة داخلية للسيارة، اللون النحاسي هذا بضغطة واحدة من هنا يفتح لك الأبواب. بنفس الوقت شوفوا السماعات كيف جاية برضو باللون النحاسي، سماعات يماها، عندك مقابض الأبواب جاية برضو جلد مع التطريزات، وهنا فتح القزاز بالطريقة هذه أو تقفيلتها. وشوفوا هنا يماها، شوفوا الداخلية هنا عندك التعليقة باللون النحاسي، شوفوا الجوانب جاية كنتارة، حتى السقف كامل كنتارة. شوفوا شكل المرتبة كيف جاي، تقويسة بشكل الرياضي، هنا الرسمة جاية 3D، اللمسات النحاسية اللي موجودة هنا، هذه كل المنطقة جاية جلد، مكان للتخزين جاي بطريقة جدا جميلة وفخمة. بنفس الوقت شوفوا فتحات التكييف للمنطقة
الخلفيه، وشوفوا هذا شكل المرتبه الخلفيه بالتفاصيل اللي فيها. نظام الازوفيكس الخاص بمقاعد الاطفال برضه موجود، وهذه التكايه بالنص مع حاملات الاكواب. بنفس الوقت عندك هنا منفذ لليو اس بي والتايب سي، وهنا التكايه اللي بالنص فيها مكان تخزين بسيط. وهذا شكل داخليه السياره من الجهه الخلفيه، شوفوا التفاصيل الجميله ما شاء الله تبارك الله. هذا غير انه السقف كامل كنتارا مثل ما تشوفون، حتى المقابض هذه جايه كنتارا، الاضاءه باللمس جايه الاي دي، تقفلها وتفتحها. وبرضه نفس الوقت سقف البانوراما الكامل مثل ما قلت لكم انه العزل حقه عن الشمس 85%. لو جينا الجهه الاماميه شوفوا تنبيه النقط العمياء موجود، بلمسه واحده تفتح معاك الابواب بنفس التفاصيل. شوف الرسمه اللي موجوده هنا، هذه رسمه اضاءه محيطيه موجوده، هذا كامل كله جلد. لمسه الباب او ضغطه الباب من هنا تفتح معاك بشكل مباشر. شوفوا هذا الخاص للقزاز كامل، تقفله وتفتحه. المرتبة السائق ومرتبة الراكب كلها تحكمها كهربائي. كتابة زيكر جاية على أطراف الأبواب كلها كاملة. شوفوا الديكور الجميل هنا، إضاءات محيطية، الرسمة اللي موجودة على الطبلون جاية 3D، بروجيكتر برضو موجود. شوفوا الداخلية كيف جاية، تفاصيل المرتبة ما شاء الله تبارك الله، شوف تفاصيل جدا جميلة. نركب ونشوف تفاصيل كاملة. شوف ما شاء الله تبارك الله، هذه تفاصيل السيارة. طبعا الإضاءة المحيطية جاية كاملة هنا، سماعات، سقف الكنتارا، الأرباقات الجانبية في كل مكان ما شاء الله تبارك الله. والشاشة الكبيرة هذه، طبعا هنا عندك شاشة الطبلون، وهنا عندك مراقبة السائق، وهنا التحكم بالمساحات الأمامية والخلفية. وهذا الجير الخاص للسيارة جاي عصا مع مثبت السرعة بنفس الوقت، شوفوا مع مثبت السرعة جاي، وحرف البي لما تجي تضغط البريك البارك من هنا. شوفوا فتحات التكييف، هذه فتحة التكييف، سماعات يماها، فتحة التكييف جاية على الحواف هنا واحدة، بنفس الوقت هنا الريش تتحكم فيها من الشاشة من هنا. فتخيل كل شيء جوات السيارة تتحكم فيه من هنا، يعني حتى لو تبغى تقفل المرايات الجانبية شوف أعطيك اختصار، ضغطة واحدة تقفل معك باختصار من هنا، ضغطة واحدة تنفتح معك، تبغى تنسم الشباك ضغطة واحدة ينسم لك شبابيك نفسها، ضغطة واحدة يرجع يقفل لك إياها. كل شيء تبغاه بالشاشة هذه. تدعم الأبل كار بلاي طبعا، أشياء جدا كثيرة، يعني لو بتكلم عن جوات الشاشة هذه يمكن حلقة كاملة تكون. طبعا شوفوا من المواصفات اللي موجودة بالسيارة، يعطيك تنبيهات أصوات كثيرة، يعني في مارة في الطريق ما تبغى تزعجهم بصوت البوري، ممكن أنك أنت تحط أصوات لهم بحيث أنك أنت تبين لهم أنه وخر عن الطريق أو شيء زي كذا. من ضمن الأصوات اسمعوا. Thank you for giving way. Wish you all the best. صوت ثاني. You're welcome to go first. Be careful. Hello, please give me a chance to pass. Thank you. تبغى الأصوات الفكاهية؟ اسمع. صوت قطوة. صوت سيارة رياضية. جرس سيكل. طبعا مصدر الصوت يكون من هنا، السماعات تكون في واجهة السيارة. طيب لو جينا للتفاصيل اللي بالنص، ما في الا شاشة عندك قدامك، فتحكم التكييف، تحكم كل شيء موجود بالشاشة، لكن هنا عندك منافذ التايب سي، بنفس الوقت هذا شوف طريقة حلوة، يعني ممكن تعلق فيه أي شيء، البنات ممكن نظام اللي بتعلق شنطتها عشان ما
ما تطيح من هنا ولا من هنا شنطتها، ممكن تعلقها من هنا فتصير زي التعليقة لك لأغراضك بشكل جدا جميل. هذا الدرج طبعا تسحبه بالطريقة هذه، هنا فراغ كبير عندك، هنا مكان الأكواب تقدر تقفله يكون كوب واحد أو يكون كوبين لو معاك أغراض كثيرة. بنفس الوقت تحت الكنسول نفسه شوفوا مكان تخزين كبير تقدر تسكره بالطريقة هذه، يعطيك خصوصية. بنفس الوقت التكاية اللي بالنص هنا، الشحن اللاسلكي موجود هنا، وبنفس الوقت تقدر تحط الكرت الخاص لتشغيل السيارة. فمرات أول ما تركب السيارة مثلا ما اشتغلت معاك لازم تحط الكرت هنا، فتطلب منك السيارة أنه أبغى الكرت أو أبغى المفتاح فتحطه هنا بالطريقة هذه. طبعا شوفوا شكل المراتب الجميلة. هنا عندك نظام الأزوفيكس الخاص بمقاعد الأطفال حتى بالمرتبة الأمامية موجودة. شوفوا التفاصيل كيف جاية، فتحات، رسمة 3D مع السماعات، صراحة جدا جدا جميلة وأنيقة. شماسات جاية كنتارة بإضاءة ومراية. بنفس الوقت هنا عندك الإضاءة جاية محيطية بلمسة واحدة من هنا تولع معاك. طبعا تغير الألوان، شوفوا الحين لون الأبيض، الحين لون الأصفر بلمسة واحدة. وهنا الفليشر، زر الفليشر. هذه التفاصيل. هنا عندك كاميرا تقدر تصور سيلفي داخل السيارة، بنفس الوقت تقدر تقلب الكاميرات المحيطية أو الكاميرا هذه داش كام. عندك هنا المراية تعتيم بالسيارة. برضو عندك هنا مقبض الأبواب جاي كنتارة. هنا عندك الشماسة الخاصة برضو للسائق بإضاءة محيطية، بإضاءة طبعا مراية وإضاءة. الأجمل والأجمل والأجمل، هذا شيء مرة مرة جدا جميل وفخم. شوفوا شوفوا وين هي فيه، بس حافظة النظارات. تشوفون تحط نظارتك هنا وتتقفل بشكل مباشر. شوف الفخامة، فخامة غير طبيعية. فكنتارة حافظة نظارات يعني دلع، انت راكب سيارة دلع فعلا. زيكر اكس شيء من الآخر، دلع تركب وتستمتع صراحة. هذا غير القيادة الجميلة والعزم والتفاصيل والمواصفات، النقط العمياء، تحديد المسار، الرادار، تنبيه التصادم الأمامي، تنبيه التصادم الخلفي، تقدر تعطي تنبيه للمارة مثل الأصوات اللي أنا وريتكم إياها. كل شيء تبغاه بالسيارة موجود من مواصفات. قيادة شبه ذاتية برضو موجودة، فأشياء جدا جميلة. تعطيك الرنج حقها إذا شحنتها فل برضو السيارة إلى 420 كيلو. ف420 كيلو أنا أشوف أنها تعتبر جدا جميلة داخل المدينة. وإذا كانت سفرية بسيطة كذا مثلا زي القصيم الشرقية بإذن الله أنها بتوصلك وأنت مرتاح. طبعا وصلنا عند محطة الشحن الخاصة بالسيارات الكهربائية في واجهة روشن. هذه الشاشة وهذه المكابس اللي أنت تشبكها بالسيارة. طبعا لازم تتأكد من هنا أنه اليسار أو اليمين، فنبين لك هنا يا المقبض اليمين يا المقبض اليسار. طبعا احنا بنستخدم اليسار، فأضغط على اليسار يعطيني هنا كلمة ابدأ. طبعا ما تقدر تضغط هذه إلا من بعد ما تشيل المكبس ونشبكه في السيارة. طبعا فتحنا مكان المكبس نفسه، تسحب المكبس. هذه طريقة الشبكة المكان، تأكد أنه شبك بشكل مباشر. من بعدها تعال شوف، يعطيك جاري الاستعداد. فمجرد أنه يوقف النقطة هذه بعدها يعطيك بدء، يبين أنه بدأ الشحن. الحين مجرد استعداد لشحن السيارة. طبعا هذا الشحن الخاص لواجهة روشن تقريبا 150 كيلو واط يشحن لك. فهنا شوف معطيك كقوة 116 كيلو واط اللي راح يشحن السيارة فيه. طبعا هنا شوفوا بدأت الثواني للشحن. كيف أعرف المدة؟ طبعا 41% الشحن اللي حاليا موجود على السيارة. فمجرد أنها تفلل، خلنا نشوف الوقت الآن يبين على السيارة نفسها. طبعا شوفوا هذه الساعة اللي أنا تكلمت عنها تبين لك كم المدة المستغرقة لشحن السيارة. فمعطيك هنا 38 دقيقة، معطيك تمشيك 201 كيلو
48% شحن السيارة. شوفوا هنا شحن 100% كذا خلاص تعطيها تم، ومن بعدها نشيل المكبس حق الكهرباء، تشيل المكبس على طول مباشرة وترجعه بمكانه. كذا انتهينا من شحن السيارة، فللناها ونتوكل على الله. شوفوا كم تمشينا، 419 كيلو بالضبط. طبعا الحين تجربتي للزيكر الاكس، ما شاء الله تبارك الله الصراحة سيارة، يمكن انكم تسمعون العزل حاليا، تكييف حاطينه تقريبا وسط، الشمس ما شاء الله في الصيف حارة، لكن استمتاع بالقيادة بشكل غير طبيعي. طبعا فيها تحذير الخروج على المسار، النقط العمياء، لو حبينا نثبت السرعة بنثبتها ويعطينا قيادة شبه ذاتية برضو. بنفس الوقت شوفوا هنا عندكم الشاشة هذه مراقبة السائق، وهنا عندك بالشاشة يعطيك شكل السيارة والسيارات اللي حوالينك، فلو شوف لفيت شوي على الخط يعطيك تنبيه باللون الأحمر، إذا أنت قريب من الخط يعطيك تنبيه على اللون الأزرق، ويرجعك بنفس الوقت للمسار. فصراحة شيء جدا جميل. شوفوا اللون الأصفر هذا تنبيه إنه في سيارة مرة، شوف الحين السيارة هذه مرت الآن من عندنا، فيعطيك تنبيهات كاملة. لو في حال إني دقيت إشارة يمين أو يسار مثلا وجت سيارة على يساري أو على يميني وأنا داق إشارة، يعطيني صوت جرس، يعني لدرجة إن صوت الجرس مزعج، يعطيك تنبيه يخليك تصحى صح. فحاليا ما في سيارة، لكن بحاول إني أقلل السرعة شوي عشان لو جت سيارة يعطيني التنبيه. اسمعوا التنبيه، جايب الجرس الأحمر، شوفوا هذه السيارة مرت. فهذه التنبيهات اللي موجودة في زيكر إكس. بنجرب الآن تسارع لزيكر إكس، بسم الله. شوف ما شاء الله يا تبارك الله ما شاء الله. طيب حبيت أصور لكم شكل الإضاءات الداخلية بالليل. شوف الرسمة اللي موجودة هنا مع الإضاءات، غير الإضاءات اللي موجودة هنا، غير اللي موجودة على السماعات البروجيكتر طبعا الجميل. شوف بالله ايش رايكم، حدثني عن الرسمة اللي هنا، شيء جميل. طبعا حبيت اصور الشاشة بالليل علشان تبان تفاصيلها كاملة، لان ابو الشمس بيصير في عكس الشمس وحوسة، فقلت خلني اصور لكم اياه بالليل. شوفوا ما شاء الله تبارك الله الشاشة كيف الحجم والوضوح اللي موجود فيها، شيء جميل جدا. طبعا من ضمن الاختصارات اللي موجودة شوفوا هنا، بضغطة واحدة تسكر المرايات، بضغطة واحدة تصير في تنسيم للهواء، بضغطة واحدة تنفتح الشنطة. ضغطة واحدة تسكرها، يعني وانت جالس مكانك كل شيء تصلحه، صراحة شيء جميل. هذا غير الاختصارات اللي موجودة هنا، شوفوا استهلاك المسافة الخاصة للسيارة، هنا اختصارات خاصة للأبل كاربلاي، وهنا اختصارات للمسجل. بنفس الوقت في اختصارات لو سحبت الشاشة من فوق لتحت، شوف الاختصارات اللي انت بغاها، الإضاءات الخارجية، الإضاءات السطوع، قفل الأبواب، اليمين اليسار، تعديل المرايات الجانبية تقدر تعدلها. طبعا تعديلها لو ضغطت التعديل بتصير تتحكم فيها من الزر اللي موجود هنا، فتحركها يمين يسار تختار يا المراية اليمين يا المراية اليسار، فتقدر تتحكم فيها على راحتك. فعندك اختصارات كثيرة مرة موجودة هنا بسحب الشاشة. طبعا الإشعارات يعطيك إشعارات هنا، أيوة هنا. طبعا ما في بطاقة ذاكرة عشان تسجيل للداش كام، تقدر برضو تستخدمها في الداش كام. طبعا ما في شيء لا يمين ولا يسار انك تسحب، لكن شوفوا الاعدادات موجودة هنا، هذه القائمة الرئيسية، اعدادات السيارة، شوفوا الاعدادات، عد واغلط، الاضاءات، الابواب والنوافذ، الشحن والتفريغ، القيادة باعداداتها كاملة، شيء اللي تبغاه كامل كامل موجود هنا. اعدادات القيادة، شوف التنبيهات، ايش تبغى، مساعدة الحفاظ على المسار، انذار انحراف الحارة، الصوت والاهتزاز، تبغى اهتزاز، تبغى صوت، كل هذه، تحذير التصادم الخلفي، حركة المرور
حركة المرور العبوري، فرامل الطوارئ للعودة للخلف، الإنذار عند فتح الأبواب، الإنذار للنقط العمية تبغى صوت أو مرئي. طبعا مرئي علشان ما يزعجك، لأنه صوت وريتكم إيانا بالفيديو قبل بتشوفونه أنه مجرد أن أدق يسار يشار يمين أو يسار يعطيك تنبيه، وجرس الصوت ما يسكت لحد ما يمر من عندك الشخص الثاني. فهذه كلها تذكير بإرهاق السائق، تذكير بتشتت انتباه السائق، كل هذه تقدر تأخذها من الإعدادات الموجودة هنا. السلامة برضو نفس الشيء، تقدر تختار المساعدة البصرية للإنذار وأضواء الوميض هذه، وضعية الجر، وضعية غسل السيارة، كل الأشياء هذه أنت تقدر تختارها. عندك الاتصال بلوتوث والأشياء اللي أنت تحتاجها مثلا للبلوتوث، الأصوات والإشعارات، تقدر تحدد السماعات وين تكون وزنيتها، شوف تعزيز المؤثرات لو تبغاه فيلم عرض مسرحي، تعويض حجم سرعة السيارة، الأشياء هذه كلها بالاختصارات طبعا واضحة وبالعربي وما يبغى لها أي شيء. الصوت الأصوات حقت زيكر، لما أنت نادي زيكر بيكون وش الأصوات، تختار الخيارات الأصوات اللي أنت تبيها. العرض تبغى شاشة العرض تكون وقت مشرقة مظلمة، اللي انت تختاره، سطوع الشاشة حق السايق، تنسيق الوقت، تاريخ اللغة العربية تغيره. المزيد هنا الإيماءات برضو تقدر تختارها كذا يرجعك أو كذا بالعكس، شوفوا يا هذه يا هذه تختارها أنت على حسب اختيارك. بنفس الوقت شوف جميل، برضو عندك من الاختصارات اللي موجودة، شوفوا الاختصارات اللي موجودة هنا، كاميرا 360 درجة، شوف صفاوة الكاميرات ما شاء الله تبارك الله، تختار أي زاوية أنت تبغاها. بنفس الوقت من الاختصارات اللي موجودة شوفوا شكل المرتبة من هنا، عندك مناخ المقعد فيها تبريد، شوف بثلاث وضعيات. بنفس الوقت عندك هنا الاهتزاز، مرتبتين كلها الأمامية فيها مساج، فاستمتع بالمساج، ومساج مو باي مساج، مساج خرافي صراحة، فجدا جميل. بثلاث وضعيات على حسب قوة المساج اللي انت تبغاه، وبرضه تقدر تختار خيارات معينة، استرخاء عميق، موجة طويلة، نبضة حيوية، اي شيء تحتاجه بالمساج موجود، فشيء جدا جميل. تعديل المرتبة برضه تقدر تعدل المرتبة على حسب احتياجك عن طريق الشاشة من هنا أو من المقعد موجود من هنا يعني، فعندك الحالتين تقدر تسويها عن طريق اختصار اللي موجود. اختصار التكييف برضو هنا عندك اختصار التكييف، في حركة برضو بالتكييف، شوفوا هنا من هنا تحرك الريش حقت التكييف، من هنا تتحرك، ما تقدر تحركها من مكانها، لكن لازم تحركها من هنا، شوفوا تنزل ترفع على حسب اللي انت تبغاه، حتى اللي في الوسط تبغاها يمين يسار، هذه ترفعها تنزلها، برضو هنا للراكب، فانت تتحكم فيها عن طريق الاختصار اللي موجود هنا، صراحة شيء جدا جميل. تبغاها موجهة عليك هنا في اختصار بضغطة زر هنا، تبغاها تأرجح الهواء او حرة او مركزة، اذا صارت مركزة خلاص تصير مركزة عليك انت مثلا بشكل مباشر على الوجه والجسم. فاختصارات اللي موجودة هنا جدا جميلة، درجة الحرارة، التحكمات، الميوزك، الصوت، تقدر تتحكم بالأصوات حق الملاحة والهاتف والوسائط، جميلة الصراحة السيارة بالمواصفات اللي موجودة فيها، إضافة إلى أنه تنبيه النقط العمياء، الخروج على المسار، قيادة شبه ذاتية، تنبيه تصادم أمامي، تنبيه تصادم خلفي، كاميرات محيطية، حساسات أمامي وخلفية، حساسات جانبية. السيارة ما شاء الله تبارك الله يكفيك الانطلاقة السريعة حقتها، ما شاء الله فل يا حبيبي، على طول اضغط تطير ما يحتاج، فشي جميل، مرتب، أنيق، فخم، زيكر الكهربائية. طبعا شوفوا السيارة شغالة، من مجرد انك تنزل من السيارة تسكر الباب تطفي على طول بشكل مباشر، لو بعدت عن السيارة شوفوا تقفلت بشكل مباشر، حتى مقابض الأبواب تتسكر
كذا تقفلت السيارة. لو جيت قربت من السيارة بتفتح معاك بشكل مباشر. شوفوا على طول فتحت، فتحت معي الأبواب. كتابة زيكر، تجيك مضاءة، يعطيك صوت الميوزك، هذا أنها تسكرت أو فتحت بلمسة واحدة بس، لمسة خفيفة تفتح معاك القزاز الأبواب، والقزاز جاي بدون فريم. شوف بدون فريم. طيب خلونا نشوف الإضاءات الخارجية للسيارة. هذا مفتاح السيارة طبعا. شوف فتح وقفل الأبواب وفتح الشنطة برضو موجود شعار زيكر. هذه الإضاءة شوفوا ما شاء الله كيف جاية. شوف شكل الإضاءة كيف إذا جت تتقفل وتفتح. يا عيني يا عيني يا عيني. شوف بالله ايش رايكم؟ هذا شكل الإضاءة الأمامية طبعا. خلينا نشوف الإضاءات الخلفية كيف بيكون الشكل. هذا شكل الإضاءات الخلفية. نقفل. نفتح. الله يا الدلع. شوف كتابة زيكر جاي هنا مضاء باللون الأبيض. هذا تقريبا شكل الإضاءات بالليل، بصراحة جدا جميلة طبعا. وعلى فكرة السيارة هذه تجي الدفع الرباعي المستمر، تسارعها من 0 للـ100 في 3.8 ثواني. في طبعا اللي أقل منها اللي تعتبر دفع ثنائي، تسارعها من 0 للـ100 في 5.23 ثواني تقريبا جزء من الثانية. فهذه تعتبر الفئة الفول كامل. صراحة إبداع يا زيكر على كل التفاصيل اللي موجودة فيها. وصلنا لآخر شيء والمضمون اللي أنتم تبغونه، ضمان السيارة 5 سنوات أو 120,000 كيلو أيهما يسبق، ضمان على البطارية 8 سنوات أو 150,000 كيلو أيهما يسبق. سعر السيارة يبدأ من 174,000 غير شامل الضريبة. الوكيل شركة الوعلان للتجارة. وبكذا انتهينا من تغطية زيكر الكهربائية الفخمة الجميلة. يعطيكم العافية، أخوكم متعب السعد. لا تنسون تشتركون معي بالقناة وتفعيل الجرس لمشاهدة كل جديد في عالم السيارات. وبالوصف تحت راح أحط لكم جميع التواصل الاجتماعي الخاص فيني، سناب شات، تيك توك، إنستغرام. الله يحييكم جميعا. على فكرة راح تلقون تحت بالوصف روابط الخاصة للاستفسارات عن طريق شركة الوعلان، وبنفس الوقت للي حاب يجرب السيارة في رابط خاص للتجربة بحط لكم إياه في خانة الوصف. يعطيكم العافية، إلى تغطية أخرى إن شاء الله. فمان الله.